حشدا للدستور يبهر العالم ويوقع الرعب في قلوب الإرهابيين. اخرجوا جميعا أيها الشعب المصري لصناديق الاستفتاء لنري العالم كله شرقه وغربه، ولنري من أراد أن تسيل دماء أبناء مصر على أرض مصر، ولنري من في قلبه ذلك الحقد الأسود الأعمى، لنريهم من هم المصريون، لنريهم من هم المصريون. أهلا بكم مشاهدينا، وهذه فقرة أحوال الناس. ساعات قليلة ويكتب المصريون مستقبل بلادهم وسط ترقب العالم لمصير دولة كانت وستظل تقود المنطقة الإفريقية والقارة الإفريقية بالكامل. دستور مصر هو العيد الثاني زي ما قلنا لكم، يومين من أصعب ومن أجمل أيضا الأيام التي ستشهدها جمهورية مصر العربية نحو الخطوة الأولى نحو مستقبل مشرق إن شاء الله. لسه بنتكلم معاكم في الدستور والحقوق الدستورية للمواطن المصري، والنهاردة خلونا نرحب بضيفنا العزيز في الاستوديو السيد المستشار عبد الغفار سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو لجنة الخبراء بلجنة الـ50. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وكل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك بخير ومشاهدين بخير. بداية كده سيادة المستشار، عايزين حضرتك تعقد لنا مقارنة سريعة ما بين الدستور القادم، دستورنا الجديد، والدساتير اللي فاتت. لا، هناك فارق كبير بين دستور 2013 أو 2014 بقى إن شئنا، إحنا في يناير، وبين كافة الدساتير مش بس دستور 2012. كل الدساتير اللي فاتت. أول ما يميز هذا الدستور إنه بيوضع في غياب رئيس جمهورية، بيوضع في غياب برلمان. إيه أهمية ده؟ أهمية ده إن حينما يوضع الدستور في ظل وجود رئيس جمهورية منتخب، هو في رئيس جمهورية طبعا بس رئيس جمهورية مؤقت، لما بيوضع الدستور في ظل رئيس جمهورية منتخب، شئنا أم لم نشأ بيكون لرئيس الجمهورية تأثير، بصمات واضحة في الدفاع عن سلطاته، عن اختصاصاته، عن تحجيم مسؤولياته. أيضا البرلمان حينما يوضع الدستور في ظل برلمان، شئنا أم لم نشأ البرلمان بتبدو لمساته في اختصاصاته، في عدد أعضائه، في الفئات التي يمثلها. بيتميز هذا الدستور بالمقارنة بكافة دساتير مصر من 23 ل 56 ل 58 ل 64 ل 71 ل 2012 بانه وضع في غياب هاتين السلطتين. رأس السلطة التنفيذية. هو احسن يعني ان برغم من صعوبة التوقيت وصعوبة الظروف، هل يعني توقيت كده يكون مناسب لوضع دستور؟ طبعا هي الفرصة مش هتيجي تاني لمصر، فلانها بعيدة عن اي اهواء. صحيح. صحيح. فرصة طبعا ان انت مفيش رئيس جمهورية منتخب، فاللجنة شغالة بدون اي ضغوط، بدون اي تأثير من اي سلطة. فرصة انها اللجنة شغالة، مفيش برلمان بيحاول ان يمارس، يعني شفنا 2012 اللجنة نفسها شكلت من أعضاء البرلمان، يعني الإعلان الدستوري كان يخاطب البرلمان بأن ينتخب جمعية تأسيسية، فإذا به ينتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائه، وده التأثير أهو.
شفنا انه وهنشوف دلوقتي زي ما هقول لحضرتك والساده المشاهدين التأثير بتاع دستور 2012 غير مسبوق في يعني التحيز لهذا الفصيل يعني. هو ده الامر الثاني بقى انه الدستور وضع ايضا في غياب سيطره فصيل سياسي معين يعني سيبنا من انه في رئيس جمهوريه او انه مفيش برلمان كمان مفيش داخل لجنة الخمسين لم يكن هناك سيطرة لتيار سياسي معين يعني ما قدرش أقول والله كان بيغلب على لجنة الخمسين التيار الليبرالي أو التيار اليساري أو التيار الإسلامي ما تقدريش تقولي كده صحيح. ولذلك كان هناك نقاط خلاف كثيرة موجودة أمام اللجنة في بداية الأمر ولم يكن معروفا ولا متوقعا إلى أين ستنتهي هذه الخلافات لأنه أنا ما أعرف أنه في سيطرة لتيار سياسي معين هبقى متوقع انه الاتجاه هيكون في هذه الناحيه لم يكن معروفا لان مش معروف مين اللي مسيطر اللجنه حقيقيه يعني. اللجنه مشكله من كافه التيارات السياسيه من كافه فئات المجتمع بتعكس المجتمع المصري ككل عشان كده طلع الدستور بيخاطب وبيدعم شخص واحد هو المواطن المواطن المصري لا رئيس جمهورية ولا برلمان ولا سلطة تنفيذية ولا سلطة تشريعية ولا سلطة قضائية وإنما هو المواطن فقط تمام الناس في الدساتير اللي فاتت كلها وكان أقربها دستور 2012 طبعا كانوا بيوافقوا على الدستور علشان الاستقرار كلمة اللي الناس المواطن المصري بيدور عليها بقاله سنين وسنين هل يعني في الدستور الجديد بقى هنلاقي الكلمة دي هنلاقي الحلم اللي كنا بنحلم بيه الاستقرار شوفي هو دايما يقولك الشعوب النهرية بشكل عام اللي هي بتعيش حوالين النهر. الأنهار بتميل للاستقرار ده طبيعي والشعب المصري بالفعل بيميل للاستقرار يعني ليس غير الشعوب اللي هي الشعوب الصحراوية أو اللي بتعيش بعيدا عن الأنهار بتبقى مترحلة واخدة على فكرة الانتقال والتغيير الشعب المصري بطبيعته بيميل للاستقرار إنما هذا الدستور مش بس بيحقق الاستقرار لأنه رسم خارطة للمستقبل لمستقبل أجيال يعني هو مش بيخاطب فقط المواطن في الوقت الحالي وانا بيخاطب مستقبل بيخاطب الجيل اللي جاي. أجيال قادمة لما بيجي يضع حد أدنى من النسبة من الميزانية الدولة للتعليم نسبة معينة للصح نسبة معينة للتعليم الجامعي إذن هو لا يتحدث عن الحاضر وإنما يتحدث أيضا عن المستقبل فالدستور مش بس دستور اللي سيستفتى عليه المصريون غدا وبعد غد ليس فقط محققا للاستقرار في الوقت الحالي وإنما بيحقق خارطة للمستقبل لرخاء لنمو لتقدم لمرحلة أو مستقبل كنا نحلم به من قبل وقد أنا الأوان أنه نراه موجود على أرض الواقع بإذن الله يعني هي هنلاقي الضالة المفقودة يعني كلمة الاستقرار لأن حتى الدستور بتاع 2012 الناس اللي كانوا حتى لا ينتمون إلى الجماعة الإرهابية كانوا بيقولوا مش عشان البلد تستقر بقى وخلاص من غير حتى ما نقرأ الكلام ده مكتوب فيه وكان الحقيقة يعني اللي كان يقرأ كان يرتعب من الكوارث المواد الكارثية اللي كانت موجودة في دستور 2012 فيعني كانت فضيحة دستور فضيحة حضرتك عايزين نتكلم عن بقى السلطة القضائية في الدستور 2014 نعم طيب خليني بس قبل ما انتقل للسلطة القضائية يعني أكمل الفكرة الخاصة بإيه الجديد في دستور 2014 أو التعديلات الدستورية على 2012 لأنه هذا الدستور الحقيقة فيه جديد مش موجود في دساتير قبل كده مش بس أنه وضع في غياب رئيس جمهورية وبرلمان ووضع في غياب سيطرة فصيل سياسي معين إنما مثلا أول دستور يتحدث عن عدم جواز تعديل مواد فيه مثلك واحد اندهش يقول لك الله هذا الدستور فيه مواد لا يجوز تعديلها كل الدستور يجوز تعديله ما عدا بعض المواد لا يجوز تعديلها الدستور قال كده اللي هي المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية احنا عانينا سنين طويلة من مشكلة أثرت في النظام السياسي ككل وهي أبدية رئيس الجمهورية في السلطة ان رئيس الجمهورية تبقى سلطته بتمتد إلى ما لا نهاية يجدد مدة واثنين وثلاثة بلا حدود تمام الدستور الحالي وضع حد أقصى مدتين ثم وضع نصا آخر
يحظر فيه تعديل هذه المادة. يعني ما يقدرش يجي رئيس جمهورية يعدلها ويقول لا ده انا ما تخليها ثلاثة فترات نخليها أربعة نقول له لا. الدستور نفسه بيقول لا يجوز تعديل هذه المادة. أيضا المواد المتعلقة بالحرية والمساواة، كل نص يتعلق بالحرية والمساواة لا يجوز تعديله إلا إذا كان بزيادة هذه الحقوق والحريات. يعني هتضيف أهلا وسهلا، مش هتضيف لا يجوز التعديل. دي سابقة ما حصلتش، يعني لم يكن في أي دستور سابق، بل على العكس كان في التعديل اللي تم سنة 80 على دستور 71 بعد ما كان مدتين تم تعديله وأطلق المدد. هذا النص وهذا الـ يعني عايز أقول هذه الميزة في هذا الدستور أضافت لأول مرة نص بيحظر على أي سلطة أن تعدل أو أن تطرح أو أن تطلب تعديل هذا النص. ودي ضمانه طبعا للمواطنين ان ما يبقاش في تأبيد. انا ما بشعر انا كرئيس جمهوريه ان جاي اقعد مدتين وهرجع تاني مواطن لصفوف الجماهير هعمل حسابي كويس قوي. صح. انما لو انا حاسس ان هقعد مدى الحياه خلاص هنفصل بقى عن الشعب. خلاص بقى، وده اللي كان حاصل قبل كده. صح. حقيقه ماده انا شايفها في غايه الاهميه. نيجي بقى يا فندم للسلطه القضائيه في الدستور الجديد. ما هي تحديدا يعني السلطات القضائيه في دستور 2014؟ السلطة القضائية اللي بتشمل الجهات والهيئات القضائية اللي هي المحكمة الدستورية العليا والقضاء العادي ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة. أهم ما تميز به الدستور أو مشروع الدستور عن دستور 2012 أهم من وجهة نظري هو ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا. أيوة. المحكمة الدستورية العليا تعرضت لمحاولات انتهاك كثيرة. يعني الحقيقة طبعا على المستوى المادي وعلى المستوى النصوص. على المستوى المادي في الحصار، حصار المحكمة وقضاة المحكمة ومنعهم من انعقاد الجلسات كي لا ينظروا الدعاوى المتعلقة ببطلان مجلس الشورى وببطلان الجمعية التأسيسية. ده على المستوى المادي شفناه في الشارع. على المستوى النصوص تم محاولة تحجيم دور المحكمة الدستورية العليا من ناحية، ومن ناحية تانية محاولة اختراق هذه المحكمة. يعني يعني لما تقري دستور 2012 النصوص تشوفي النية لمحاولة اختراق هذه المحكمة كانت واضحة. محاولة التحجيم من خلال تقليص عدد أعضاء المحكمة إلى 9 أعضاء. ولأول مرة كنا بنشهد أنه دستور بيعزل أشخاصا معينين بمقتضى نصوص الدستور. النصوص لما يقول 9 يعني كل الزيادة قال يعودوا إلى أماكنهم، فاللي جاي من القضاء يروح القضاء واللي جاي من المحاماة يعود للمحاماة. وكانت منهم المستشارة تهاني الجبالي. طبعا. وبالفعل نتيجة لهذا النص خرجت من المحكمة الدستورية العليا وعادت إلى مهنة المحاماة. النصوص الجديدة أعادت للمحكمة الدستورية العليا نصوصها القديمة، أطلقت عدد أعضاء المحكمة بحيث أنه يواجه المراحل القادمة. إذا أنا لقيت عدد القضايا كبير أستعين بقضاء وأكبر عدد أعضاء المحكمة، لقيت أن العدد ما يستهلش بقلل عدد قضاة المحكمة. الأمر الثاني الاختصاصات، كان مقلص الاختصاصات إلى حد كبير جدا في دستور 2012. في الدستور الحالي نص على كامل اختصاصات المحكمة. يعني عادت مرة أخرى. نعم. السلطة. نعم. طب الناس اللي كانوا بقى يعني تم استبعادهم في دستور 2012 اللي كانوا في المحكمة الدستورية العليا هيرجعوا تاني؟ لا ما رجعوش. ودي سلطة للمحكمة. يعني سلطة لما يتوافق على الدستور بعد كده برضو مش هينفع يرجعوا؟ الجمعية العمومية للمحكمة القضاء، أما الدستور بينص على استقلال القضاء، الفكرة من استقلال القضاء أي منع تدخل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في شؤون القضاء. يعني شايف. فالجمعية العمومية للمحكمة نفسها اللي هم قضاة المحكمة هم أحرار في هذا. ممكن يرجعوا ممكن لا. هذا يعني شأنهم. على حسب إذا الجمعية إذا العمومية. إذا توفرت الشروط والقواعد القانونية التي تسمح بإعادتهم تستطيع أن تتخذ قرارها في هذا الشأن. الأمر الثالث بقى أنا بقول محاولة اختراق المحكمة إنه في كيفية تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا. نص دستور 2012 حقيقة تضمن ثغرة في منتهى الخطورة، انه ترك لرئيس الجمهورية الحق في تعيين اعضاء المحكمة، قال من بين الجهات والهيئات القضائية وغيرها.
شوف كلمة غيرها وغيرها. غيرها دي ممكن يكون مكتب الإرشاد أي غيرها أيا كان. هي كانت معمولة عشان كده أيا كان. ما هو ما قالش ما حددش. غيرها دي تشمل أي شيء. قال إنه هذه الجهات والهيئات القضائية وغيرها ترشح ورئيس الجمهورية يصدر القرار. إذا تستطيع أي جهة أن ترشح لرئيس الجمهورية تقول والله أنا عايزة فلان، فنفاجأ بأنه فلان أصبح قاضيا بالمحكمة الدستورية العليا. وخطورة دور المحكمة الدستورية العليا أنها تراقب دستورية القوانين، يعني هي البرلمان عندما يسن القوانين والتشريعات هو ملتزم بأحكام الدستور. صحيح. طب من الذي يراقب التزام هذا البرلمان بأحكام الدستور؟ هي المحكمة الدستورية العليا. هو يعلم أنها سلطة خطيرة جدا وأنها هيئة قضائية في منتهى الخطورة، ومن ثم كانت هناك نية مبيتة لاختراق هذه المحكمة. هي العمود الفقري الرئيسي للدولة. طبعا صحيح. والدستور الحقيقة مشروع الدستور اللي هيستفتى عليه الشعب أعاد للمحكمة الدستورية العليا دورها، أعاد ليها استقلالها بعيدا عن هذا التدخل السافر الذي كان موجودا في دستور 2012. تمام. من الأمور الأخرى أيضا أنه النيابة الإدارية أعطيت سلطة توقيع الجزاء قبل مشروع هذا الدستور. النيابة الإدارية كانت تحقق ثم تنتهي إما إلى الإحالة للمحكمة التأديبية وإما إلى اقتراح توقيع الجزاء، يعني ترسل الأوراق للجهة الإدارية وتوصي بتوقيع الجزاء. ولم يكن الرئيس في الجهة الإدارية ملتزما بقرار النيابة بتوقيع الجزاء. في الدستور الجديد أصبحت النيابة الإدارية تحقق وتوقع هي الجزاء. يعني لا توصي الجهة الإدارية. يعني الأمر أكثر تنظيما. طبعا طبعا أكثر تنظيما وأكثر تفعيلا لدور النيابة الإدارية. صح. في مكافحة الفساد وفي ضبط الجهاز الإداري في الدولة. كان في برضو حاجة تانية متعلقة بالمحكمة الدستورية، يعني اللي كان مكتوب في ديباجة الدستور، نكتب دستورنا يؤكد دستورا يؤكد أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، يعني أن الأزهر أصبح هيئة مستقلة وأن المصادر للشريعة الإسلامية انتقلت إلى المحكمة الدستورية. نريد توضيحا. طيب الدستور 2012 كان بيتضمن لغم قنبلة موقوتة اسمها المادة 219 اللي هي كانت بتتحدث عن مبادئ الشريعة الإسلامية. يعني المادة الثانية كانت تتحدث عن أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي، مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. ثم عاد في 219 بعد 217 مادة وقال مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل كذا وكذا 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 كذا وكذا وكذا، كان من بينها تقدر تقولي المذاهب المعتبرة لدى أهل السنة والجماعة. بالزبط. انت داخل في قصة فيها اختلافات لا حصر لها، من شأنها أن تؤدي إلى انقسام في المجتمع. أنا بشوفها أنها كانت تؤدي لفتنة، يعني لا تحقق مصلحة. صحيح. ولما تؤدي لفتنة ليس أكثر. تحقق مصلحتهم هم، يعني أنا مش عارف، يعني إذا كان مصري، ما هو المفترض أنه مصري، فإذا كان هتحقق له مصلحته طب هو مصري، ما أنت هتعملك فتنة في المجتمع. تمام. المهم الدستور، المشروع الدستور ألغى هذه المادة وعمل ضبط لفكرة مبادئ الشريعة الإسلامية. هو العبارة مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. أيوة. طب إيه مبادئ الشريعة الإسلامية؟ في الديباجة وضح انه لما عرض الامر على المحكمة الدستورية العليا في عدة احكام ليها قالت ان مبادئ الشريعة الإسلامية حاجتين الاحكام. أيوة. قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. لما تشوف الاحكام في الشريعة الإسلامية في احكام قطعية الثبوت وفي احكام ظنية الثبوت، يعني مظنون في ثبوتها، وفي احكام مقطوع بثبوتها، زي القرآن الكريم مثلا. آيات كثيرة في القرآن الكريم مقطوع بثبوتها، ده الأحكام اللي واردة فيها دي يبقى توافر فيها الشرط الأول. طيب. الأمر الثاني إنها تكون قطعية، آسف، القرآن كله قطعي الثبوت. في أحكام فيه قطعية الدلالة وفي أحكام فيه ظنية الدلالة. إنها إنه أنا وإنت لا نختلف على دلالة اللفظ، إنه اللفظ لا يعني إلا
امرا واحدا. يعني لما اقول ساعه مثلا، ساعه لفظ ساعه لفظ ظني الدلاله، لان ممكن حضرتك تاخديه على انه الساعه دي او الساعه لها توقيت بالظبط الوحده الزمنيه. فده ظني الدلاله. لكن في الفاظ قطعيه الدلاله، فبيقول القران قطعي الثبوت لانه منزل من عند المولى عز وجل. انما في الفاظ قطعيه الدلاله وفي الفاظ ظنيه الدلاله. صحيح. مبادئ الشريعه الاسلاميه التي سيعتد بها وسوف تكون مصدرا للتشريع هي القطعيه الثبوت، قطعية الدلالة. قطعية طب احنا هنوضح ده، ان دي حقيقة نقطة مثارة هامة جدا، فنوضحها. بس اسمح لي حضرتك اطلع لفاصل سريع ونعود مرة اخرى مشاهدينا بعد الفاصل نستكمل حوارنا. يبقوا معنا.